إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وانقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، فريق حق وفريق باطل. ومن سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل سنة الابتلاء وسنة الصراع، ابتلاء للمؤمنين في كل مكان حتى يرفع الله من درجاتهم، وليبتلي ما في صدورهم، وليمحص ما في قلوبهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد مضت سنة البلاء على الأولين، ولقد فتن الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء، ولن تمكن أمة الإسلام حتى تبتلى، كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني إياه، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. ثم قال في سياق الحديث: ولقد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فسنة الابتلاء ماضية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن السنن سنن الصراع بين الحق والباطل. منذ أن انقسم الناس إلى قسمين، فريق حق وفريق باطل، بدأ الصراع، والصراع دائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدأت المواجهات بين حزب الله وحزب الشيطان، حزب حق وحزب باطل. وها هي الفلوجة اليوم، ها هي الفلوجة تسطر صورا من صور المواجهة، مواجهة بين الحق والباطل، كما سطر التاريخ من مثل تلك الصور الشيء الكثير. ها هو الكفر، ها هو الكفر يتزعمه الصليب ومن خلفه أبناء القردة والخنازير، وملل الكفر بكل أنواعها ومللها ونحلها جمعت أحزابها وحاصرت الفلوجة من كل الجهات.
برا وبحرا وجوا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما المطلوب منا في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال؟ أقول اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ فإن في التاريخ عبر. ظل قوم لم يعرفوا الخبر حتى ننتصر في مثل هذه الظروف. لا بد من إظهار عزة المؤمنين المستمدة من قوله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. منذ قرون مضت وحين بدأ نور الإسلام بدأت المؤامرات وبدأت الدسائس تحاك على الإسلام يوما بعد يوم. والله ما تعرض دين لمثل تلك الدسائس التي تعرض لها الإسلام. سنوات بل قل قرون طوال وهم يمكرون للإسلام وأهله. لو لم يكن الإسلام دين حق، لو لم يكن دين حق لما استطاع أن يقاوم تلك الدسائس ومكر الليل والنهار. أمتنا قوية بدليل أنهم يهاجمونها من كل الجهات. لو لم تكن قوية لما ألبوا أحزابهم وجمعوا جموعهم. تغيظهم صحوة الشباب في كل مكان التي بدأت ظاهرة جلية تعلن عودة الشباب إلى دينهم وتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. منذ قرون مضت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت شوكة الإسلام تقوى وبدأ الإسلام يضرب أطنابه يمنة ويسرة وبدأ الأتباع يزيدون كما الصحوة اليوم في الزياد، أبشركم المصلون في صلاة الفجر في الزياد اكتمل صفنا الثاني بعد أن كنا لا نصلي إلا صفا واحدا، والصف الثالث أيضا في الزياد يوما بعد يوم. عدد الأطفال الذين يصلون معنا فقط من الأطفال فقط 50، 50 من الأطفال بدأوا يلتزمون بصلاة الفجر ومن خلفهم آباء وأمهات. فأمتنا بخير، أمتنا معطاءة تحييها مثل هذه الظروف، تمحص خدها من سمينها مثل هذه الظروف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بدأ الإسلام يخرج من المدينة بقوة وبدأت المؤامرات بين المنافقين والمشركين وأحفاد القردة والخنازير الذين يتزعمون موائد المفاوضات والاستسلام. خرجت اليهود إلى مكة، خرجت اليهود من خيبر إلى مكة تحرض مكة على حصار المدينة. وعدوهم
وواعدوهم على أن يكون الأمر بينهم سواء، على أن تقتسم غنائم المسلمين وتسبى نساؤهم وتصادر أموالهم. فجاءت مكة بوثنيتها التي تحمل الحقد على الإسلام والمسلمين، وخرجت اليهود التي تحمل الحسد والمكر على الإسلام والمسلمين، وبدأ منافق الداخل يؤلب هذا ويضعف ذاك، والتف حول المدينة 10,000 لم تلتف من قبلها على مدينة من المدن. صور الله ذلك الموقف تصويرا عجيبا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. ظن المنافقين وليس بظن المؤمنين، إنما ظن المؤمنين حين رأوا ذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنها سنة الصراع التي لا تتغير ولا تتبدل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم بارك الله فيك، التفت قريش واليهود والوثنية بكل أنواعها حول المدينة، وطوقوها من كل الجهات. وأشار سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه بحفر الخندق أمام تلك الجموع التي لم ترى العرب مثلها قط، وبدأ الخوف يدب من كل مكان. ولك أن تتصور الحال، خوف وجوع وأحوال لا يعلمها إلا الله. فكيف كان حال فريق المؤمنين؟ وكيف كانت المؤامرات تحاك من الداخل ومن الخارج؟ وما أشبه الأمساء باليوم، وما أشبه الأمساء باليوم. فماذا صنع الرجال؟ ماذا صنع الرجال في تلك المواقف؟ التفوا حول نبيهم يدا واحدة، قيام بالليل وصيام بالنهار وانضباط على الأوامر، ترك للمعاصي، ترك للمخالفات، لأن النصر لا يستمد إلا من السماء. أظهروا من العزة ما سطره التاريخ وعجزت الصفحات عن تسطيره. ربعي يدخل في إيوان كسرى وهو مليء بالأثاث الوثير، وزراؤه من حوله وقادة جيشه يلتفون من حوله فيسألونه، وقد دخل ببغلته ورمحه المسلوم وثيابه المقطعة، لكنه تكلم بعزة المؤمن. لماذا أتيتم؟ وماذا تريدون؟ أليس الفقر والجوع هو الذي أخرجكم؟ قال لا، لا الجوع ولا الفقر أخرجنا، خرجنا لأن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فيقول كسراهم ما المطلوب منا وماذا تريدون؟ قال أسلم تسلم، لك ما لنا وعليك ما علينا. قال فالثانية، قال الثانية تدفعوا لنا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال وإن لم ندفع؟ قال السيف بيننا وبينكم. تدري أين يتكلم ومن أين ينطلق بمثل هذا الكلام؟ من إيوان كسرى الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون غنيمة لهم. لما طوق الأحزاب المدينة وبدأوا بحفر الخندق، استعصت صخرة على المسلمين، فأخضع
أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء بأبي هو وأمي، جاء وأخذ الفأس والمعول من بين أيديهم فضرب الصخرة مرة واحدة فخرج منها مثل الشرر ومثل النور. قال: الله أكبر، أريت أبواب اليمن، فتحت في قصور اليمن. فضرب الضربة الثانية وكبر الله وقال: الله أكبر، أريد قصور الشام البيضاء. الله أكبر في الثالثة، فتحت في قصور العراق وما فيها. أتدري وهو يتكلم بالوضع الذي أحاط بالمؤمنين، جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لكنه استقر بوعد الله، إنه استقر بنصر الله جل في علاه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تعلمت الأمة معنى العزة في كل الظروف وفي كل الأحوال، أمم وآحاد. فهو خباب يؤتى به إلى مكة أسير، وهو الذي سمع بهم العجب يوم بدر وفي كثير من المواجهات. فخرجت قريش وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم وعلبوا عليه من كل مكان ونصبوه على جذع شجرة، فقالوا له: أتتمنى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمع الحب الصادق لله ولرسوله مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. قال: والله ما وجدت أن محمد يشاك بشوكه، وأنا آمن مطمئن بين أهلي. قل في الإسلام، قل في محمد وأصحابه، أبدا والله ما نطق بكلمة كفر، إنما طلب منهم الصلاة وصلى لله وأسرع في صلاته قائلا لهم: حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت، حتى لا تظنوا أني أخاف من الموت. سلاحه الثقة واليقين والصبر والدعاء. رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إنك ترى ما يصنع بنا، اللهم إنك ترى ما يصنع بنا، اللهم فبلغ رسولك أنا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة، اللهم احصهم عددا واقتلهم ببدا ولا تغادر منهم أحدا. ثم ردد وقال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم وقربت من جذع نخل ممنع، وما بحذار الموت، إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفع. إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد لي الأعداء عند مصرعي، ولقد خيروني الكفر والموت دونه، ولقد هطلت عيناي في غير مجزعي، وما بحذار الموت، إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، في كل الظروف في كل الأحوال عزة وثبات، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتعلم الرجال من نبيهم الذي قرأ عليهم القرآن وعلمهم كيف تكون العزة وكيف يكون الثبات. لما اجتمع الأحزاب حول المدينة، كان المسلمون قد عاهدوا اليهود على حماية النواحي الخلفية من المدينة، فذهبت قريش إلى اليهود وساوموهم فنقضوا العهود. ولا عجب، هم نقاض العقود ونسكات العهود. أما قال الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ بلى والله، حالهم لا يتغير ولا يتبدل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة اليهود من الداخل قال لأصحابه: أبشروا فلقد اقترب النصر،
انقطعت الحبال الأرضية ولم يبقى إلا باب السماء، انقطعت الأسباب ولم يبقى إلا الارتباط برب الأرض والسماء، مسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. أبشروا فلقد اقترب النصر، وأنا أقول عباد الله أبشروا فلقد اقترب النصر. يا أمة الإسلام بشرى، لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصموا الجبان، وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلغ العنان. فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين، كم من سنين قد مضت والليث يرسف لن أعود، لن أنتني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود، لن أنتني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود، ولسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحصارات وتلك المؤامرات أراد أن يخفف الحصار على المدينة. جياع جياع لا يجدون ما يأكلون، حفاة لا يجدون ما يلبسون، محاصرون من كل الجهات. وها هي الفلوجة اليوم تشهد نفس الموقف ونفس المؤامرات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال نادى قادة غطفان وقال لهم تعالوا إلى أمر بيننا وبينكم سواء. غطفان خرجت للغنيمة لا للثأر من المسلمين، الثأر بين مكة والمدينة. قال لهم وقد خرجوا في 4000 من العشرة، قال لهم نعطيكم نصف ثمار المدينة على أن تفكوا الحصار عن المدينة وترجعوا. فوافقوا، غنيمة لا يحلمون بها في أحسن الأحوال. فكتبت الوثيقة ولم يشهد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استشير أهل المدينة أولا. فأتى بالسعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهم وعرض عليهم الأمر، أني قد عرضت على غطفان كذا وكذا على أن يأخذوا نصف ثمار المدينة ويفك الحصار، فماذا تقولون؟ فقال سعد بن معاذ، قال سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، قال يا رسول الله أمر تحبه أم أمر أمرك الله به أم أمر تصنعه من أجلنا؟ إن كان الأمر من الله فليس لنا إلا السمع والطاعة، وإن كان الأمر منك من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن كان أمر تصنعه من أجلنا فلنا في الأمر مقال. قال بل أصنعه من أجلكم. قالوا يا رسول الله كنا وهؤلاء القوم على كفر وشرك لا يعلمه إلا الله، حين كنا وإياهم على الكفر والشرك كانوا لا يأكلون طعامنا إلا طرا ضيوفا، ولا يأخذون أموالنا إلا بحقها. اليوم يوم أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ اليوم يوم أن أظهرنا الله بالقرآن وزيننا بالإيمان نعطيهم أموالنا؟ والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. في مثل هذه الظروف تخرج عزة المؤمنين. لا تهنوا لا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المطلوب صدق التوكل، المطلوب التفاؤل في كل حال من الأحوال، المطلوب الثقة والتبشير بنصر الله جل في علاه.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله دوى لي الأرض فأريش مشرقها ومغربها وإن منس أمتي سيبلغ ما دوي لي منها. ثقة ويقين بنصر الله ووعد الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله. ومن تقواه أننا نستشعر قضية الجسد الواحد، نستشعر أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وما يصيب الفلوج اليوم هو بسبب ذنوبنا نحن، بسبب تقصيرنا نحن. الفلوج اليوم تذيق الصليب وتلقنه الدروس في العزة والثبات، محاصرة من كل الجهات. ويسأل مذيع الأخبار أحد أبطال الفلوجة الأبطال يسأل مذيع الأخبار أحد رجالات الفلوجة الأبطال: ما هي استعداداتكم؟ ما هي استعداداتكم وأنتم ترون هذا الحصار يضرب عليكم يضرب عليكم من كل الجهات؟ قال: لقد استعدينا لهم، لقد استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هي استعداداتكم؟ لا طائرات ولا دبابات، بل حتى حاصروا المستشفيات. ما هي استعداداتكم؟ قال: استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. المطلوب ثقة ويقين. ها هي الأمة تعلن ترابطها مع العراق، تعلن الوحدة في البأساء والضراء. ها هي المنابر، ها هي المساجد، ها هي أكف ضراعة ترفع من أجل إخواننا في العراق. ها هي البطولات تخرج والأثر يخرج من هناك. لقد أسقطوا الطائرات ودمروا الدبابات وأثروا أحفاد القردة والخنازير والصليبيين، قتلوا في جيش الصليب حتى قتلوا قائد القوات، قتلوا في جيش الصليب بل قتلوا قائد القوات. فإلى النار وبئس المصير. نعم، قتل منا أبرياء وقتل منا أطفال ونساء، لكن قتلانا في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. يدعون أنهم يريدوا أن يحرروا الشعوب، فلماذا يقتل الشيوخ؟ لماذا يقتل الأطفال؟ ما ذنب الأبرياء؟ لماذا تهاجم المساجد؟ لكن صدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم اقلب عليهم أرض الفلوجة نارا وسماءها شهبا وإعصارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. اللهم ثبت أهل الفلوجة، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان، في فلسطين والشيشان،
وكشمير وأفغانستان وفي السودان والفلبين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اربط على قلوبهم، افرق عليهم صبرا وثبت الأقدام. اللهم انزل عليهم رحمة من عندك، شدد رايهم ورميهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنهم قلة فكثرهم، جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم، مظلومون فانتصر لهم. اللهم انصر من نصرهم، اللهم اخذل من خذلهم. منزل الكتاب ومجري السحاب، اللهم اهزم الصليبيين وزلزلهم، واهزم اليهود الغاصبين وزلزلهم، اهزم المنافقين والوثنيين وأعداء الملة والدين. لا تدع لهم قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في السماء إلا أفسدتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها. اللهم اجعل جنودهم غنيمة للمسلمين. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم، اللهم مكن المجاهدين من رقابهم، اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، أخرجهم منها أذلة صاغرين. نجرأ بك في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شرورهم. إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك، يا قوي يا عزيز، بك نصول وبك نجول، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، طهر بيوتنا من الفواحش والمعاصي، ورد الشباب والشيب إليك ردا جميلا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.